السلام الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد من الكور تاع البروغراماسيون ديناميك. البروبليم تاع اليوم من جيكس فور جيكس اسمه مينيموم سام بارتيشن، دونك الليفل نتاعو هارد وكي تحلو تاخذ عليه وي بوان. البروبليم هذا يشبه برشا للبروبليم اللي خدمناه ديجا اللي اسمه بارتيشن ايكوال سبسيت سام. دونك بلي تفرجوا في الفيديو اللي نفسر فيه البروبليم هذا، على خاطر باش ناخذ الكود نتاعو وابارتير من هو باش نحلو البروبليم جديد. دونك كيك ما نخسروش برشا وقت نعاود نفسر نفس الحاجات اللي فسرتها قبل. دونك ديفيرونس لهنا انه ما يحبش يخلط القداش من طريقه، ولا اسكو نجمو نقسموا السبسيت نتاعنا لزوز عندهم نفس السوم ولا لا، ما يحب ديفيرونس مين ما بين دو سبسيت نجمو نصنعوهم من السبسيت هذا. اش معناها؟ معناها اذا ناخذوا 1 و5 و6 اللي هما 1 6 5 من السبسيت الاولاني، السوم نتاعهم ايجال 12. اذا ناخذوا ال11 اللي قعدت في سبسيت وحدها، السوم نتاعها 11. الديفيرونس ما بيناتهم الزوز هي واحد. دونك كان جرب لي كومبينيزون الاخرين الكل، ما عمرك ما باش تلقى دو سبسيت نجم تكونهم ابارتير من سبسيت من الاري هذايا يعطيوك ديفيرونس 1. دونك هو حاجته باقل ديفيرونس نجمو نبنيوها ابارتير من السيت هذا. دونك اذا ناخذوا واحد واربعة، اذا نحطوهم مع بعضهم ودونك تجينا خمسة ما تجي حتى شيء. دونك لازمنا لهنا نقسموهم واحد واربعة والديفيرونس هي ثلاثة. دونك انا لهنا خذيت الكود اللي عملناها مرة اللي فاتت، عملت له كوبي كولي. دونك انيسيالمون عنا التوتال ايجال زيرو، باش نباركوريو التابلو نتاعنا ونحسبو التوتال نتاع لي زيليمون في السيت نتاعنا. دونك لهنا اذا التوتال ما يقبلش القسمة على اثنين نرجع نخرجو صفر، هذه زايدة على خاطر هو ما طلبش منا باش نقسمو التوتال نتاعنا على زوز، حاجتو بالديفيرونس مين. دونك هذيك تتنحى. باش نباركوريو التابلو نتاعنا، اذا الان ايجال زيرو اش معناها؟ معناها السيت نتاعنا اللي باش نقسموه فيه ساي. دونك لهنا نجي نشوفو اسكو اس ايجال توتال سور دو، هذه ما عادش نعملو بها حتى شيء. هو ما طلبش منا باش نخلطو له الدو سبسيت عندهم نفس الديفيرونس، هو جوست طلب منا قداش الديفيرونس مين. دونك اذا الان ايجال زيرو هذا الكل يولي زايد. دونك هذا الكل يولي زايد، الكونديسيون هذيك تولي زايده زايده. دونك الحاجه الوحيده اللي لازمنا نعملوها نقول له دي بي دو ان اس ايغال مش ان مي ايغال ديفيرونس. ديفيرونس شنو هي؟ دونك الفالور ابسولو دو لا ديفيرونس. دونك احنا عندنا الاس اللي وصلنا لها، ابارتي من الاس هذيك كيفاش نعرفوا السبسيت الثاني قداش فيه؟ اوتوماتيكمون هو التوتال مو اس. يجي نفسر لكم اكثر علاش توتال مو اس، على خاطر اذا لهنا السوم توتال نتاعنا هي 1 مع 6 اللي هي 7، 7 مع 11 18، 18 مع 5 23. دونك اذا السوم كلها 23 واحنا وصلنا ل 12، دونك الديفيرونس اللي في السيت الثاني هي 23 الى 12، دونك نقاول 11. دونك لهنا توتال مو اس يعطينا السيت الثاني قداش قعد فيه. بيان سور مو اس اللي هو السيت الاولاني، دونك لهنا جوست تو سامبل مو نجم نردوها موان 2 اس. دونك لهنا يحب جوست نرجعوا له قداش الديفيرونس اللي خلطنا لها، واضح؟ هذه البارتي الاولانيه. الز تو قبل كنا نقارنوا بتوتال سور دو، خاطر احنا لازمنا نخلطوا للتوتال سور دو، اذا باش نفوتوها سي كو لوبجيكتيف نتاعنا بعدنا عليه. الوغ كو لهنا مانيش نقارن توتال سور دو، من نحي الاري دو ان موان زان من الاس الا ما نضمن اني السام هذه باش تقعد بوزيتيف. دونك لهنا نردو صفر بلاست اس مو اري دو ان موان زان، والا تو سامبلومون دونك هذه باش تولي من غاديكا، نوليو الاس ما تنجم تنحي منها اري الا ما تضمن اني فالور مش بتولي نيجاتيف، فماش سام نيجاتيف خاطر. دونك لهنا ما يتبدل حتى شيء، سواء باش نتعداو لليمون اللي قبله ونقعدوا بنفس السام، سواء نتعداو لليمون اللي قبله ونهزوه السام ونحيو منها لليمون اللي هزيناه. دونك هذايا تفرجوا في فيديو بالله باش تفهموا، خاطر هذايا اهم حاجه هي. دونك هذايا فسرتها ديجا كيفاش نمشيو من السيت للسيت. فينالمون ريتيرن دي بي دو ان توتال. اخر حاجه قاعده تو لازم نعملوا فيها موديفيكاسيون هي انه لهنا ما عادش لازم يمشي في لي دوز ابروش يشوفوا يوصلوا ولا لا، لهنا لازم ياخذ سوليسيون اللي تجيب لي اقل. دونك لهنا سواء المين، دونك المين ما بين سواء نمشيو في الابروش الاولانيه سواء نمشيو في الابروش الثانيه. دونك هذا الشونجمون الوحيد اللي يصير في الفورمول هذا. دونك كي جاتو نهزو الكود نتاعنا نعملو له كوبي كولي. دونك نجيو لهنا اوب
دونك لهنا نعملو كومبايل اند ران. استناو شويه بيان سور، جوست حاجه برك نسيتها اللي هي الدي بي، لازم نديكلاري الدي بي نتاعي. دونك دي بي هو تابلو ا دو ديمونسيون، الديمونسيون الاولانيه هي ان بلس 1 خاطر اخر اليمون يخلط له ان، دونك لازم ان بلس 1، والديمونسيون الاخرى هي توتال بلس 1. جوست لهنا ما نجمش نحطو فاريابل جلوبال، علاش؟ على خاطر ما قاليش الان قداش ماكس، ما قاليش السوم دي تابلو قداش، دونك ما كنتش نجم نعرف الان قداش اكثر فالور تاخوها وكل اليمون قداش فيه باش نحسب السوم ماكس. دونك وليت عملت هكايا دي فاريابل لوكال. دونك كومبايل اند ران، استناو شويه. دونك رجعنا ان بالنسبه للريزلت الاولاني، نعاودو نسميتيه توا ونورمالمون جاونا به. دونك كان عندكم اي سؤال حطوه في الكومنتير.